المحامي أنطوان سفير دكتور بالقانون رح يحكينا اليوم عن المسار القانوني للتأليف عبر الويبكس. أهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح الخير إليك وللمشاهدين الكرام. نعتذر لأنه انقطاع التيار الكهربائي عن وسط كسروان والواي فاي وكل توابعه عم بيعيقوا أنه نقدر نتواصل بالمباشر معها. بعتذر على الموضوع. أكيد وكنا حابين أكيد تكون معنا بالاستوديو، بس رح نحكي قد ما بنقدر عن موضوعنا لليوم يلي هو مسار التأليف وبالقانون، يعني شو بيقول القانون عن هالموضوع، كيف تتألف الحكومة بلبنان، أي أحكام للدستور اليوم، ليه عم تاخد هالقد وقت طويل ولوين واصلين؟ أولا التأليف أوضح النص الدستوري بشكل واضح أنه وقت بيكون في استقالة للحكومة أولا أو انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو انتهاء ولاية مجلس النواب وانتخاب مجلس جديد، بهالحالات هيدي طبعا في حالات أخرى بيكون في تشكيل للحكومة. الحكومة هي السلطة الإجرائية وبالتالي بده يشكلها رئيس الجمهورية اللبنانية مع الرئيس المكلف اللي بيكون النواب من خلال الاستشارات النيابية الملزمة الانعقاد اللي صارت ب مع رئيس الجمهورية كلف شخصية معينة أن يكون هو الرئيس المكلف. وبالتالي نص المادة 53 من الدستور واضح، هي صلاحية مشتركة كاملة المواصفات بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. إذا هذه صلاحية واضحة بهذا الموضوع، بتناقشوا في التشاور حول الأسماء الحقائب، وطبعا تشوفوا شكل الحكومة كيف بدها تكون، شو مهمتها، شو لازم تعمل من حيث انه البرنامج تبعها هو البيان الوزاري اللي على اساسه بدها تاخذ ثقه بمجلس النواب. طيب مجلس النواب على اي اساس بيعطي الثقه او ما بيعطيها؟ لانه اليوم اللي عم نشوفه لنا سنين بلبنان انه مجلس النواب وكانه ما له دور، بيجي وبيعطي الثقه وهي هي. الحقيقه صار في مشكل خلال كل هالسنوات انه اخترعوا لنا اختراع اسمه حكومه الوحده الوطنيه او حكومه الوفاق الوطني. نعم. اللي هي بدل ما تكون تأمن الوفاق الوطني بشكل استثنائي، مش كل مرة بدنا نعمل حكومة وحدة وطنية، هيدي الحكومة عم تختصر وتختزل دور مجلس النواب لأنه أغلبية الكتل الأساسية عم تكون مجلس الوزراء، وبالتالي مجلس النواب ما في حاسب حاله لأنه هالنواب إما وزراء إما الكتل تبعهم معينة وزراء، وبالتالي المجلس تعطل دوره، دوره الرقابي ما عاد موجود لأنه صار مجلس النواب عم بيتفرج على الحكومة اللي هي ميني برلمان لانه ممثل اغلبيه الكتل، وبالتالي اختزلوا دور مجلس النواب. من هون لا لازم يكون في حكومات وحده وطنيه ولا حكومات وفاق وطني، لازم يتجلى الوفاق الوطني من خلال عمل السلطه الاجرائيه وعمل السلطه التشريعيه. اما الفيلغاريزاسيون للحياه السياسيه اللي عم نشوفه من سنوات طويله فادى الى الافلاس السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي. نعم. المطلوب اليوم حكومه من اختصاصيين مستقلين يعرضوا على مجلس النواب بيان وزاري مقنع لناحية إصلاح، لناحية تبديل الذهنية اللي ماشي بالبلد ووقف الانهيار، ومجلس النواب على أساسها يعطي الثقة وتوصل هالحكومة تعمل انتخابات نيابية قريبا بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي لتجديد النخبة السياسية بلبنان. أستاذ، يعني عم نقول حكومة وفاق وطني وغيره، بس هل هي قوانين أو هي نوع من اتفاقيات؟ يعني اليوم نحن بدنا نحكي قانون، القانون شو بيقول؟ يعني اليوم ما عم بيتفقوا على شيء، لا وفاق وطني ولا غيره. كيف بدهم يوصلوا لاتفاقية، وكيف القانون ممكن يساعد بأنه يكون حازم بهيك موضوع؟ يعني وكأنه القانون ما له وجود، كأنه الدستور حتى ما له وجود. هي المشكلة انه الدستور صار وجهة نظر. انا بقول صاروا كل واحد فريق سياسي بيحط عوانات سيدي، بصير يشوف الدستور من الزاوية اللي بيريدها وكل مرة من زاوية حسب المصلحة السياسية الانية. نص الدستور واضح، تؤلف الحكومة بتوافق الرئيسين، رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بشكل حصري. هيدا الدستور واضح، ما في اجتهاد بموقع النص. لا الدستور حكي عن حكومات وحده وطنيه، هذا توصيف سياسي وهذه تسويات سياسيه، وبالتالي خروج عن النص بمعنى انه صرنا عم نشكل حكومه هي ميني برلمان، وهالبرلمان هذا ما عم بيقدر يحاسب هالحكومه بكل صراحه، لا هيدي ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها، من هون وصلنا للمشاكل اللي نحن عم نعيشها.
طب الدستور صنف الحكومة كيف لازم تكون، مين لازم يكون مسؤول عن شو، حكي عن الطوائف، حكي عن تقسيم الوزارات يعني؟ ابدا، الدستور حكي عن تمثيل عادل للطوائف من خلال انه يكون في مشاركة، لانه نحن بلد تعددي، بس ما حكي هاي الوزارة لازم تكون لهي الطائفة، ولا حصر الموضوع لا من حيث العدد، يعني لا قال ب 24 ولا ب 30 ولا ب 18، هيدي إرادة الرئيسين بهذا الاتجاه، وطبعا وفق الظرف السياسي والاقتصادي اللي البلد بحاجة له والمقتضيات، هيدي من جهة، وما حكي عن موضوع انه في حصرية بتوزيع بين سيادي وغير سيادي، هيدا اختراع، ما في شيء اسمه حكومات فيها وزارات سيادية، وزارات خدماتية، وزارات عادية، هذا خليني اقول لك عيب هذا التوصيف، كل الوزارات سيادية وكل الوزارات خدماتية بس بخدمة الشعب اللبناني، مش بخدمة أفرقاء تيعملوا انتخابات نيابية يرجعوا يستنسخوا لنا نفس الأطراف السياسية اللي شاركت بالحكم من 30 سنة لليوم وأوصلت البلد للي وصل. نعم، بس كمان ما نحكى عن المهلة دكتور، يعني دايما بنحكي عن هالموضوع، اليوم المهلة القانونية منا موجودة بالدستور، هل ممكن يتغير هيدا الوضع بحكومة تصريف الأعمال، بيقدر مجلس النواب يشرع وينمضى انه يصير في مهله معينه؟ بفتكر هذا الموضوع خيري بلبنان من سنين وسنين، التاخر والتاخير بتشكيل الحكومات. المهله اذا بده يكون في مهله للتكليف، يعني المكلف يكون عنده مهله مثلا 60 يوم ليشكل، هذا بده تعديل دستوري، هذا الحكومه ما فيها تعمله منفرده، بدها تعمل مجلس النواب بده يعدل الدستور بكورم عالي، يعني بنصاب عالي وبأكترية عالية، وأنا ما بعتقد أنه اليوم في عنا ظرف نقدر نعدل الدستور، لأنه الدستور يجب إعادة قراءته، مش بهالزاوية بس، بنقاط كتير تانية لازم تتعدل نتيجة التجربة من 30-32 سنة لليوم، واللي أفضت إلى بلوكاج بكتير من الأحيان، منها انتخاب الرئيس لأنه في مشكلة حول النصاب، منها موضوع الحكومة كيف بدها تكون وشكلها وتأليفها ضمن مهلة معينة، لأنه خارج المهلة يعني نحن فينا نضل أشهر وأشهر، وصارت يعني 5 أشهر وتسعة أشهر وعشرة أشهر وما تشكلت حكومة، وهلأ صار لنا سنة وما تشكلت حكومة، رغم نكبة بيروت، رغم الانهيار الاقتصادي، وبعدنا عم نتشارع على صلاحيات حكومة مستقلة. يعني هيدا كمان الأدهى بالموضوع، يعني عم نشوف نوع من توطيد لأعراف غير موجودة، ولازم يكون في إعادة قراءة للدستور بشكل واضح وعلمي، فيكون في توازن بين السلطات حقيقي يقدر ينتج حكم عادل ومنتج للبنان اللي نحن بنحلم فيه، ما بعرف قديش نقرب منه. بس دكتور هالموضوع له سنين مثل ما كنا عم نقول، وصارت كذا مره يعني بتاريخنا الحديث يعني، ونحن حسب ما هلا بنتذكر، ليه من وقتها لليوم ما تم البحث بهالموضوع؟ ليه ما تم اقتراح تعديل الدستور؟ ليه ما تم وضع مهله لتكليف وتاليف، يعني مش بس للتاليف؟ اليوم هالموضوع عم بيشل البلد او شل البلد بفترات سابقه، اليوم عم بيخرب البلد كليا، يعني ما في ولا اي حل بالافق. مدام رانيا، المشكله الاساسيه سياسه التسويف والتاجيل والمماطله والمحاصصه. نحن لو في عنا ناس تاخذ قرارات حاسمه وسريعه وواضحه كان بيصير في توافق بالحد الادنى يؤدي الى انتاج غير طريقه بالحكم. مشكله كانت محاصصات يختلفوا عليها او بيتفقوا عليها. عشان هيك كان في حكومات وحده وطنيه، واللي ما بيوافقهم الراي بيكون خارج هالمحاصصات هيدي، حتى وان كان على طاوله مجلس الوزراء. المشكله اليوم انه البلد بحاجه اولا لذهنيه، ثانيا لنص دستوري يكون قادر يخلي السلطات تنتج بناحيه تحليف الحكومه، وبكثير نواحي ثانيه، اللامركزيه مثلا ما عملوا لها اي شيء، المجلس الدستوري الفوه ما عطيوه حق تفسير الدستور رغم انه بالطائف حكيوا عن هالموضوع، وبالتالي خلوا التفسير سياسي بمجلس النواب ويخضع لتجاذبات والتركيبات اللي نحكي لنا بنعرفها، وبعدين اخترعوا المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء تا يحموا مش تا يعطوا ضمانات. اليوم عم بيستعملوا الحصانه بمجلس النواب مش ك هيك نوع من ضمانه للنائب بصفته التمثيليه، انما كحمايه له من الملاحقات. كل اللي عم نشوفه اما النص ناقص، اما النص بحاجه لتعديل، اما لالغاء، وبكل الاحوال
في ذهنية حكم عم تتعاطى بالبلد بطريقة وكأنه البلد فتحين دكان كل واحد بيضارب على التاني ومش سألانين لا عن الناس ولا عن الإنسان ولا عن مستقبل الأجيال الجديد. أستاذ اليوم التأخير بتأليف الحكومة مين عم يخدم؟ يعني خرب البلد، الناس عم بيموتوا من الجوع. أكيد ما عم يخدم حدا. الأكيد أنه عم بيقهر الشعب اللبناني. أبواب الهجرة انفتحت ديفاكتو، مئات وآلاف وعشرات آلاف من الشباب والشابات اللبنانيات تركوا لبنان إلى بلاد بعيدة ولن يعودوا. بس أكيد في أرتال تانية، هذا الزل اللي عم نعيشه ما صار، حتى بالحرب على لبنان ما صار، حتى بانهيار العملة بالثمانينات ما صار، لأنه وضعوا إيدهم على الأموال الخاصة بالمصاريف تبع الناس، تعب الناس، قهروا الناس بكل اللي تعبون كان لبنانية بلبنان أو بالخارج أو حتى غير اللبنانيين اللي وسقوا بالنظام اللبناني المصرفي الاقتصادي اللي كان فلورون في هذا العالم العربي منذ خمسينيات القرن الماضي مع سرية المصارف، مع قانون النقد والتسليف، مع كل الانفتاح اللي كان فيه لبنان. مين؟ فلسوا الخزينة، أخذوا الهبات كلها من الخارج، أخذوا القروض، ما قدموا شيء إلا لحالهم ولعيالهم ولأحزابهم، وانهار البلد وانهارت المؤسسات. نعم أستاذ، هول المشاكل كلنا بنعرفهم، بس اليوم شو الحل؟ يعني هالمشاكل كلنا عايشينهم وبنعرفهم، اليوم مع هالتأخير هل هن عم بيفيدوا نفسهم بعد؟ أو حتى هن ما عم بيستفيدوا؟ وشو الحل برأيك إذا بدنا نحكي بالقانون اليوم، إذا تشكوا الناس، إذا كان في شكوى لجهات خارجية، إذا اليوم كل فرد من مجتمعنا قدم دعوة اتجاه ضد دولته؟ يعني اليوم إذا بدنا نحكي قانون، يا ريت بتعطينا أستاذ وحضرتك رجل دستور يعني كمان هيك بعض الحلول المتاحة قدام اللبناني أو قدام السياسيين أو النواب يلي كمان عم بيتملصوا من كل المسؤولية اليوم، يعني شو الحلول القانونية؟ الحل القانوني أولاً تطبيق النص الدستوري. تطبيق النص يعني تأليف حكومة اليوم قبل الغد. بس النص ناقص مثل ما تفضلت وذكرت، نص ما بيقلن بقديش وقت. النص بحاجة مدام رانيا، بحاجة النص لاستكمال، بس هذا لا يعني انه لازم نحن ننطر يستكمل. يجب ان يطبق النص اليوم بتشكيل حكومة سريعا يمضيها الرئيسين بموافقتهم حول كل الاسماء وكل الحقائب، يتحملوا المسؤولية تجاه الناس، تجاه الشعب اللبناني، تجاه مجلس النواب. هيدا اليوم منبلش بتشكيل حكومة ببيانها الوزاري، تنحط الخطة الإصلاحية على أساسها، ببلش البلد يروح بالاتجاه الصحيح. ما رح يكون لبكرة، هيدا إيتوبيا أستاذ، اليوم عم نحكي إيتوبيا، اليوم الوضع غير هيك، يعني اليوم الوضع منه هيك. أنا عم بحكي نص ما رح يصير هيدا الشيء اليوم. هل في حلول تانية المواطن بيقدر يعملها؟ المواطن ما بيقدر يعمل أي شيء وحده. المراجع الدولية بعد لليوم عم تعمل خطابات سياسية لم تذهب إلى مستوى تطبيق فعلي لشرعية دولية تجاه ما يحصل في لبنان، على القليل على صعيد المصارف، على القليل على صعيد المصارف. بمعنى في أموال الناس راحت، في أتعاب الناس راحت، في البزنس تبع الناس راح، وهذا مش شعر، هذا واقع. إذا ما تشكلت حكومة لبنان رايح على مستقبل، كما كون يعني هيك نحن ليلة عيد السيدة، على مستقبل أسود. خليها كل الناس تعرف ليش هلأ شو لونه الحاضر أستاذ؟ يمكن بعده أقل سوادا من الآن. أنا بخاف كتير، أنا ماني خبير اقتصادي، بس بخاف كتير أنه نوصل لوقت نصفي خارج النظام المصرفي العالم. يعني ما يعود في سويفت للخارج، ما يعود عندك عملة صعبة تقدر تشتري حتى بالأسعار غير المدعومة. قربت بفتكر، يعني هون في مشكلة. قربوا كل هالقصص هول، يعني صرنا على مقربة من هالمشاكل أكثر ما نحن منتخيل أستاذ. بس أنا يعني دايما بفكر أنه القانون هو موجود للكل، صح؟ وحضرتك كباحث كمان قانوني دايما بتجربوا توجدوا الحلول، يعني ولا مره بنقول انه القانون هالقد مغلق، لا بل بالعكس، يعني بيصير في اوقات تحايل على القانون وتحريف للقانون واستطراد بالقانون وفتاوى بالقانون. اليوم نحن كشعب عم بيعاني،
اليوم نحن كشعب استاذ ما عنا اقل مقومات الحياه، اولادنا عندهم حقوقهم. يعني اليوم اذا بدنا نحكي بمنظمات عالميه بحقوق الطفل وبحقوق الانسان، واليوم عم بيلوحوا بانه المدارس ما راح تقدر تفتح من وراء الشح بماده المازوت. طب اليوم المواطن اللبناني وين حقوقه؟ وين بيقدر يطالب بحقوقه؟ إن كان في حكومة ولا ما في، إن كان بدهم يتفقوا ولا ما بدهم يتفقوا يا أستاذ، ليه المواطن بده يروح هو بالقصاص الكبير يعني؟ بقول لك بكل صراحة، الطرق القانونية بمحاكم بالخارج أو بمراجع المحاكم لليوم كان في كتير استدعاءات بهالموضوع، ما في نتائج عملية. الشعب اللبناني أمامه إرادتين إذا بده هو يمشي فيهم. الإرادة الأولى الانتخابات النيابية، اللي شو بتغير؟ بتغير وقت الناس تعرف تختار وكيف بتختار ومين بتختار. أكيد في كتير أمور بتغير، أكيد بتغير، لو في تغيير 10% أكيد بتغير، بس نحنا من هلأ أكيد. لأيار كيف بدنا نصمد؟ اثنين، أنا بسأل سؤال أكبر، كيف بعد الشعب اللبناني حتى تاريخي عذريني على الكلمة مزلول على أبواب المحطات والأفران وما عنده كهرباء وما عنده واي فاي؟ أبرز دليل أنا عم بحكي من السيارة، يعني لأنه ما قدرت أن يكون موجود بمطرح فيه واي فاي بسبب الانقطاع التام من نص ساعة. طيب هيدا شيء عم بيشل الحركة، عم بيشل الاقتصاد، ما رح يخلي أولادنا يتعلموا لا أونلاين ولا بالكامبس ولا بالمدارس. يعني ما في قدرة على أنه العام المدرسة الدراسي يبلش ولا العام الجامعي. كل هاي الأمور ما بتعني شيء للشعب اللبناني، وأنا وحضرتك منهم نقول أنه كفى انتفاضة سلمية. أول شيء على الذات بدها تكون، ثانيا ما بقى نقبل بالأمر الواقع اللي عم بيعيشونا فيه بين 3900 وبين 1005 وبين الدعم وعدم الدعم. وين مصريات الدعم؟ وين المئات الملايين من الدولارات اللي اندفعت؟ مين عنده بنزين اليوم ومزود؟ المستشفيات شو عم بتعاني؟ لا، نحن بشيء خطير كتير عم بيصير، والشعب اللبناني اليوم امام امتحان تاريخي. بس استاذ غير المظاهرة وغير، يعني اليوم عشو بدنا نحرض؟ على العنف؟ على القتل؟ يعني شو باقي له للشعب اللبناني؟ بينزل بصف سياراته على الطرقات؟ ما نزل قبل على الطرقات وما حدا رد عليه، يعني شو باقي له اليوم الشعب اللبناني؟ للجهات الخارجيه ممنوع يشتكي، على لدولته ممنوع يشتكي، اذا نزلوا على الطرقات قمعوهم ضربوهم قتلوهم. يعني طب ما كمان هيدا شعب انه بده يلاقي حل، ما عم نقول لا، بس شو الحل؟ يعني اليوم عم نحرض على العنف؟ ننزل نكسر ترومبات؟ ننزل نكسر الافران؟ عمين منشتكي؟ نحن بدنا نحكي اليوم بالقانون، وحضرتك رجل قانون، خلينا نشتكي على حدا. اليوم القانون، انا اذا نزلت تشكيت على دولتي، على رئيس مجلس الوزراء، على رئيس الجمهوريه، على رئيس مجلس النواب، بيطلع بايدي شيء استاذ؟ بعد في قضاء نزيه كمان. انا خليني اقول لك بكل صراحه، كبيرنا البطرك سفير كان يقول ان العنف لا يجر غير العنف، صح، ولا يحل اي مشكله. كل شيء عنفي ما بيؤدي لنتيجه، بيؤدي لنتيجه هو انتفاضه سلميه رفضا للواقع القائم. ثانيا انتخابات نيابيه، بيروحوا الناس اعذريني ما ينشروا بالمفرق، ما ياخذوا القصه انه هيدا دفع لي قسط مدرسه وهيدا دفع لي مستشفى وهيدا اعطاني وظيفه. هيدا عم بياكل لك مستقبلك، لانه عم بيشتري ضميرك، ما بتقدر تحاسبه، ما بيقدر يكون عندك القدره انك تحاسبه. الموضوع اليوم موضوع استفاقه ضميريه عند الشعب اللبناني، عند الجيل الجديد، عند الشابات والشباب اللبنانيين، بشكل انه نرفض الواقع القائم سلميا. نحن بلد ديمقراطي وسيبقى ديمقراطي مهما مرق علينا من صعاب. نحن عم نمرق اليوم باصعب فتره بتاريخنا، هذا شيء اكيد. ما بيقدر يشتكي؟ بلا، بنقدر نشتكي، ولكن قلت انا انه ما قدرنا نوصل لنتائج ما قدرنا نوصل لنتائج بشيء يا استاذ. يا ريت القانون بيدعم شوي هالموضوع، وانا اليوم رح بدعي اذا بدنا نقول كيف
نشتكي كلنا، نروح نقدم شكاوى دعوة بالقانون لحتى نشتكي على كل الواقع يلي نحن عم نعيشه. بركي القانون بيقدر يساعدنا انه نزيحهم على جنب ونعيش، لانه هيدي اقل حقوقنا. استاذ انطوان صفير دكتور بالقانون، بدنا نشكرك كثير وبدنا نقول لك الله يقويك بهالظرف كمان الصعب يلي حضرتك عم تمرق فيه. شكرا كثير لك، رح ناخذ بريك وبنرجع.